اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اعرض على حضراتكم بعض الارقام الخاصه بموسم النادي الاهلي السابق واللي حقق فيه ثلاثيه تاريخيه في الحقيقه، وفي ناس بتحب الارقام بشكل كبير جدا. فالحصاد الخاص بموسم النادي الاهلي كعدد مباريات واهداف ونقاط، حاجات كتير جدا هقولها لحضراتكم من خلال كمان الجدول اللي هيتعرض على الشاشه دلوقتي. عدد الفرق اللي واجهها النادي الاهلي، لعب قدام كام فريق؟ لعب قدام 27 فريق. توتال المباريات كله 55 مباراة، لاعب 27 فريق، قدر ان هو يفوز في 43 مباراة، تعادل في 10 وخسارة في 2 فقط، اللي هما كانوا امام النجم الساحلي والزمالك. طيب اهداف مسجلة، الاهلي احرز كام هدف؟ ما شاء الله 120 هدف في الموسم في كل البطولات اللي شارك فيها. استقبل كام هدف؟ 20 هدف بس، وده عدد يعني قليل جدا من الاهداف اللي تخش مرمى النادي الاهلي، وده ان دل يدل على قوه النادي الاهلي الدفاعيه وقوه طبعا حراسه المرمى في ظل تواجد الشناوي، كمان قوه خط هجوم النادي الاهلي حتى لو مش المهاجمين اللي بيحرزوا اهداف، انك تجيب 120 هدف فبالتالي ده رقم جيد جدا يعني. عدد المباريات بدون تسجيل اهداف، في 5 ماتشات بس الاهلي ما سجلش فيهم اهداف على مدار الموسم كله. الالقاب المحققه، الاهلي حقق 3 القاب، دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، خسر بس اللقب الوحيد المفقود هو لقب كاس السوبر المصري. هداف الفريق وليد سليمان 14 هدف، الاكثر صناعه للاهداف حسين الشحات 12 اسيست، اكثر اللاعبين مشاركه محمد الشناوي من اصل 55 مباراه لعب 48 مباراه ما شاء الله. الحارس الاكثر تحقيقا للكلين شيت محمد الشناوي 31 مباراه من غير ما يستقبل اي هدف. اكبر فوز للاهلي هذا الموسم كان 9-0 امام فريق اطلع بره الجنوب السوداني، وده كان في دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بطلها النادي الاهلي. اكبر هزيمه كانت 3-1 امام الزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري. أكبر تعادل كان 1-1 وتكرر 6 مرات. النتيجة الأكثر تكرارا للأهلي في حالة الفوز كانت 2-0، حصلت 11 مرة على مدار الموسم في الثلاث مسابقات. ركلات الجزاء المحتسبة للأهلي 19 ركلة، ركلات الجزاء المسجلة للأهلي من 19-14، يعني الأهلي أخفق في إحراز 5 ضربات جزاء. ركلات الجزاء المحتسبة ضد الأهلي 4، والجميل جدا في القصة دي أن الأربعة ما دخلوش أو ما سجلوش في شباك النادي الأهلي، ده في ظل طبعا تألق محمد الشناوي أحد أبرز أبطال النادي الأهلي هذا الموسم. الأهلي خد حوالي 8 كروت حمراء على مدار الثلاث مسابقات. دي أهم وأبرز الأرقام اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في موسم ناجح جدا، قدر النادي الأهلي أنه هو يسعد كل جماهيره من خلاله، والفوز بدوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا.